باستثناء جفارات سيخيليا. احفظوا الاسم جيدا، جفيتشا جفارات سيخيليا، من دون منازع هو افضل جناح في العالم هذا الموسم. جفارات سيخيليا جابوه ب 10 مليون يورو فقط من نادي جورجي اسمه دينامو باتوم، جابوه ليلعب كجناح ايسر ويعوض انتقال انسيني. ولكن هذا الجورجي المجنون مش عوض انسيني، بل عوض مارادونا وجاب لهم الدوري الغايب من زمن مارادونا قبل 33 عام. قيمته السوقيه الفعليه لما اشتروه كانت 15 مليون يورو، الان قيمته السوقيه ارتفعت ل 60 مليون يورو في موسم واحد فقط. الولد ايجابي جدا، بيوظف مهارته وجرأته في تسجيل الاهداف، مش في الاستعراض والاستهزاء بلاعبي الخصوم. هدوء وتأني وركازه قاتله وثقه بالنفس قل نظيرها. عمره 22 سنه فقط، اول مره بيلعب في دوري كبير، جاي من الدوري الجورجي. تخيلوا شكل ثنائيه هي الاقوى في اوروبا حاليا مع الضخم النيجيري فيكتور اوزيمين. مساهم كفارات سيخيليا ب 28 هدف في 28 مباراه في كل البطولات، مسجل 13 هدف وصانع 15. شفتوا جول الاخير في شباك اتلانتا في الجوله الاخيره؟ راتبه فقط 1.7 مليون يورو فقط، تخيلوا تقريبا نفس راتب علي معلول الظهير التونسي في النادي الاهلي المصري. لاعب عاشق لنادي ريال مدريد منذ الطفوله وصرح بذلك عديد المرات، فماذا تنتظر يا ريال مدريد؟ هذا هو كفارات سيخيليا.